باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. وأنا كمان مصرية وبحب بلدي جدا، بحب النيل والآثار والناس الطيبين. لما بجي صيف بلاقي أحلى بحر هنا في مصر. زمان خالص يا ولاد، بعد ميلاد الرب يسوع بحبة صغيرة، كان في مجموعة من المجوس اللي هم بيفهموا النجوم اللي في السماء وأشكالها، وبيعرفوا كل نجمة بتعمل إيه. شافوا في السماء نجمة كبيرة ومنورة جدا، وعرفوا إن النجمة دي مش بتطلع في السماء غير لما بيبقى فيه ملكة ولد. راحوا بسرعة واخدين معاهم هدايا، وفضلوا مسافرين مسافة بعيدة وكبيرة خالص لغاية لما وصلوا مدينة أورشليم. وقعدوا يسألوا هو فين الملك اللي اتولد، لكن الناس ما كانتش عارفة ترد عليهم، مش عارفة فين الملك ده. لكن ساعتها هيرودس الملك سمع ان فيه ملكة ولد، اتضايق قوي وتلخبط، وراح جايب كل الكهنة والناس اللي حافظة كلام ربنا وسألهم هو مكتوب يسوع المسيح هيتولد فين؟ راحوا قالوا له أيوة يا جلالة الملك، مكتوب انه هيتولد في مدينة بيت لحم. اتخض خالص هيرودس الملك، وقعد يفكر يعمل ايه. راح قال لهم هاتولي المجوس اللي جم هنا، انا عايز اقابلهم، انا عايز اشوفهم وافهم ايه موضوع الملك ده. وفعلا يا ولاد راحوا جابولوا المجوس، دخلوا للملك هيرودس. راح قال لهم انتوا بتدوروا على يسوع المسيح اللي اتولد، روحوا مدينة بيت لحم وانتوا هتلاقوه هناك. انا مش عارف مكان البيت بالظبط، لكن هو أكيد موجود في مدينة بيت لحم. دوروا عليه هناك، ولما تلاقوه تعالوا قولولي مكانه علشان أنا كمان أروح وأسجد ليه. راح المجوس قالوله حاضر يا جلالة الملك، لكن انتوا عارفين يا ولاد هو ما كانش عايز يعرف مكان يسوع علشان يسجد له زي ما قالهم، ده بس كان بيضحك عليهم. وهو كان عايز يعرف مكان يسوع علشان يموته وما يبقاش فيه ملك تاني غير هيرودس. مشيوا المجوس من عند هيرودس الملك، وأول لما خرجوا شافوا النجمة اللي في السماء منورة جدا، وفضلت ماشية قدامهم لغاية لما وصلت لمكان ووقفت. وساعتها المجوس عرفوا ان هو ده المكان اللي موجود فيه الطفل يسوع. وفعلا دخلوا لقيوا ماما العذراء ويوسف النجار والطفل يسوع، وفرحوا قوي وقعدوا يقدموا له الهدايا اللي جابوها له وسجدوا له، وكانوا فرحانين قوي لانهم شافوا ملك الملوك الرب يسوع. لكن حصل حاجة غريبة، عارفين ايه؟
شافوا في الحلم ملاك منور وجميل بيقول لهم اوعوا ترجعوا تاني لهيرودس الملك، وروحوا على طول من غير ما تفوتوا عليه. وده طبعا علشان هيرودس ما يعرفش مكان الطفل يسوع وما يعملش فيه اي حاجة مش حلوة. وفعلا سمعوا الكلام المجوس ومشيوا من طريق تاني خالص، وما راحوش لهيرودس ولا رجعوا له تاني. في الوقت ده ماما العذراء والطفل يسوع وكمان يوسف النجار كانوا نايمين، وهم نايمين الملاك ظهر ليوسف النجار في الحلم وقال له يا يوسف قوم خد الطفل يسوع ومامته واهرب لأرض مصر، وخليك هناك لغاية لما أقولك، علشان هيرودس الملك عايز يموت الطفل يسوع. صحي يوسف من النوم وهو مخضوض، وراح صحى ماما العذراء وقال لها يا مريم يا مريم اصحي قوام وشيلي الطفل يسوع، ربنا بعتلي ملاك وقال لي لازم نهرب ونروح أرض مصر ونفضل هناك أنا وإنتي والطفل يسوع لغاية لما هو يقول لنا. وفعلا صحيت ماما العذراء وشالت الطفل يسوع وركبوا على الحمار بتاعهم، وابتدوا رحلة سفر طويلة خالص من بيت لح لغاية مصر، ودي كانت مسافة كبيرة قوي. لكن هم كانوا متأكدين ان مدام ربنا بعت لهم الملاك وقال لهم يروحوا مصر، يبقى ربنا عارف ان مصر بلد حلوة وفيها امان وما فيهاش اي خطر على الرب يسوع. واحنا كمان يا ولاد اتولدنا هنا في مصر، وربنا عارف ان احنا هنكون مبسوطين هنا في بلدنا مصر، وكمان هنعيش في امان. وفضلت العائلة المقدسة اللي هي ماما العذراء ويوسف النجار والطفل يسوع عايشين في مصر حوالي 3 سنين، وطبعا راحوا اماكن كتيرة خالص في مصر وباركوا كل حتة في أرض مصر. علشان كده يا بختنا كلنا أنا وإنت وإنتي وكل المصريين، علشان إحنا اتولدنا هنا في البلد الوحيدة اللي ربنا يسوع جه وزارها وهو موجود معانا على الأرض وبارك كل حتة فيها وباركنا إحنا كمان. علشان كده ربنا في الكتاب المقدس قال لنا مبارك شعبي مصر، يعني ربنا بارك مصر وبارك شعبها كمان، وادالهم حاجات كتير قوي حلوة ما تتعدش، كتير كتير كتير. علشان كده احنا فرحانين قوي ان احنا مصريين. تعالوا بقى بينا نكمل الحكاية. ولما الطفل يسوع بقى عنده حوالي 5 سنين ظهر الملاك تاني ليوسف النجار وهو نايم وقال له يوسف يا يوسف قوم خد الطفل يسوع ومامته وارجع لبلدك، علشان هيرودس الملك خلاص مات ومفيش حد هيأذي الطفل يسوع. فعلا يوسف سمع الكلام واخد ماما العذراء والطفل يسوع وبرضو ركبوا على الحمار بتاعهم وسافروا من مصر لغاية مدينة اسمها الناصرة، وفضلوا عايشين هناك طول الفترة اللي ربنا يسوع كان عايش فيها على الأرض. وآيتنا النهاردة بتقول مبارك شعبي مصر، أشعياء 19:25. مبارك شعبي مصر، أشعياء 19:25.